30 دقيقة. مرحبا بمستمعينا، التحقوا بنا في الاستماع كالعادة، نمشيو نعملوا دورتنا ونشوفوا شنو جديد في أخبار تبع الجرة. تبع الجرة البارحة فيما يتعلق بالأخبار القضائية والمتابعات متاع النيابة العمومية كانت كثيرة. خلينا نبدأ قبل كل شيء بآخر مستجدات ملف القاضية اللي تم إيقافها منذ مدة بعد إطلاق سراحها على خطفية اتهامها بتهريب العملة الصعبة. الآخر المستجدات يأكدها وكيل الجمهورية بالمحكمة أو وكيل الجمهورية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، اللي أكد البارح النيابة العمومية بالقطب أذنت بالاحتفاظ بالقاضية اللي تم ضبطها بولاية المنستير وبحوزتها مبالغ مالية من العملة التونسية والأجنبية. البلاغ هذايا يأكد أنه الأبحاث مازالت جارية للتعرف على بقية المظنون فيهم الذين لهم علاقة بالموضوع. هذا يأكدنا من خلال المعلومة هذه أنه يبدو أنه زوز أطراف لوقتها تم الحديث عليهم، منهم منسق عملية نقل الأموال بين القاضية وبين صاحب الأموال، وأيضا صاحب الأموال هذه اللي كان من المفروض أن القاضية تنقل لها أو تنقل له الأموال هذه. زوز أطراف هذوما مازالوا محل بحث، وكانت حتى الفرق الأمنية وبإذن حتى قبل ما تتنقل ولا يتنقل الملف هذايا إلى القطب القضائي المالي، وقت اللي مازال كان عند المحكمة الابتدائية في المنستير، كان أكدت الناطقة الرسمية باسم المحاكم المهدية والمنستير مدام روضة بريمة أنه أعوان الأمن تنقلوا إلى محل سكن زوز أشخاص هذوما اللي هو لنسق العملية وصاحب الأموال، لكن لم يتم العثور عليهم في محل سكنهم. ويبدو أنه الأبحاث مازالت تجارية عليهم ومازالت تجارية التعرف حتى عليهم وعلاقتهم بالموضوع، وما ثماش جديد فيما يتعلق بزوز أشخاص هذوما. يجي قرار الاحتفاظ بالمظنون فيهم حسب البلاغ وكيل الجمهورية تبعا لتعهد النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالبحث بناء على قرار كتابي صادر عن وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، استنادا إلى تقرير موجه إليها من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير بخصوص مخالفة التشريع الصرفي من خلال مسك عملة أجنبية بطريقة غير قانونية ومسك عملة تونسية مجهولة المصدر وغسل الأموال. وبعد الاطلاع على الأعمال المجراة من طرف إدارة الأبحاث الديوانية، هذا الكل بطبيعة متعلق بآخر المستجدات في القضية هذية. وكان زادا كيف معناها نقل هذه القضية من محكمة المنستير إلى القطب القضائي الاقتصادي والمالي بعد شكوك حول أنه القضية هذية يمكن أنها تتجاوز الجنحة المصرفية وإلى قضية غسيل أموال وتهريب الأموال. وكان زادا كيف تم الاحتفاظ بكل المقتنيات متاع القضية هذه، من بينهم هواتف الزوز، سيارتها، معناها الكشف عن كل المكالمات إذا صارت مكالمات هاتفية بين مختلف الأطراف. والحقيقة احنا حاولنا الاتصال بنطق رسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي، إلى حد الساعة هو مازال سي محسن الداني رغم الحركة القضائية اللي صارت وأنه تغيرت المنصب متاعه، ولكن مازال لحد الآن الناطق الرسمي حابين ناخذ من عنده قرار الإيقاف هذية شنية على أي أساس مبني وشنية الأدلة الجديدة، لأنه أكيد قرار الاحتفاظ اليوم بالقاضية أكيد يكون مبني على أدلة جديدة ولا حجج جديدة تم على أساسها الاحتفاظ بالمعنية في القضية هذية بعد إطلاق سراحها في حالة الإيقاف. للأسف أنه الأيامات هذه مع العطلة القضائية ومع التغييرات اللي صارت والحركة القضائية الأخيرة، ولا صعب شوية أنه تحصلوا على الناطقين الرسميين وعلى المختصين باش يقولونا بالضبط، معناها ما يكفيش بيان فقط باش يعطينا شنو آخر المستجدات. نحبوا نفهم ونعرف أنه ثم معناها سرية متاع أبحاث، ولكن على الأقل نحبوا نعرفوا شنو على أي أساس تبنى قرار الاحتفاظ هذايا، وين وصلت عملية الكشف على المكالمات الهاتفية، على المحجوز، على الأطراف الأخرين زادا كيف من هم، وهل الشبكة هذه
تقتصر على ثلاثة أطراف هذوما اللي تم ذكرهم، اللي هي القاضية وصاحب الأموال والشخص اللي نسق عملية النقل، وإلى ثم أطراف أخرى وتوسع البحث على أطراف أخرى خارج داخل تونس، خارج تونس، شنية آخر أقوال المعنية بالأمر. دونك هذي الكلو احنا مضبينا كان نعرفوه ونتابعوا زادة كيف كيف الملف، وان شاء الله يتفاعلوا معنا المسؤولين فيما يتعلق بكسوة الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي، وإلا وكيل الجمهورية في هذا القطب. خلينا نعرف شنو المستجدات. مشيوا زادة كيف كيف فيما يتعلق بالملف الثاني، وتبارك الله النيابة العمومية الأيامات هذه كما قلنا تخدم في خدمة قوية ولا قائمة بالواجب، ورفع الحصانة ساعد برشا النيابة العمومية في أنها تستكمل بعض الملفات وإلى الأبحاث اللي كانت متوقفة منذ مدة بناء على الحصانة. كيف كيف زاد عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر أعلنت أنه الحزب تلقى استدعاءات توجهت لعشرة نواب للبحث لدى الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة. قالت أنه في هذا من خلال فيديو مباشر نشرته على صفحتها الرسمية موقع فيسبوك، عبرت على استغرابها من توجيه الاستدعاءات لعشر نواب من أعضاء كتلة الدستور الحر دفعة واحدة، لأنه تم رفع الحصانة بينصير أكيد نواب، معتبرة أن حزبها يتعرض منذ يوم 25 جويلية تاريخ إعلان رئيس الجمهورية عن تفعيل الفصل 80 واتخاذ جملة من التدابير الاستثنائية إلى ما أسمته بالمظالم، وأن سهام الرئيس سعيد لم توجه في المقابل إلى حركة النهضة الذي نعتته بحزب الأخوانجية. قالت زاد ثم زوز شكايات تم رفعهم على أعضاء من الكتلة، واحدة من الشكاية هذية رفعها رئيس البرلمان المجمد راشد الغنوشي على خلفية الأحداث التي شهدتها الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على الاتفاقية القطرية، واللي قالت أنها وصلت خلالها للموت. معنى الشكاية هي من متقدمة من رئيس البرلمان المجمد راشد الغنوشي. توقعت شكاية أخرى اللي حكيت على زوز الشكايات، الشكاية الأخرى ما نعرفش شنيا بالضبط. معناها احنا بيدنا زادة كيف كيف. أنا سعيد في اتصالي كسوة بالناطق الرسمي باسم الحرس الوطني، باش نعرفوا لأن الفرقة هي فرقة الحرس الوطني بالفرقة المركزية للحرس الوطني بن العوينة هي اللي قامت بالاستدعاء، باش نعرفوا على الأقل النواب هذوما شنيا التهم اللي متوجهت لهم، وعلاش تم استدعائهم. ونجم يكون زادة تم استدعائهم راهم كشهود، مش بالضرورة أن يكونوا تم استدعائهم كمتهمين. دونك احنا اليوم الحقيقة لاقيين صعوبة كبيرة كوسائل اعلام في انه نتحصلوا على المعلومه الصحيحه، وهذا اللي حكيته عندي مده بخدمتنا اليوميه وبتفاعلنا اليومي. قاعدين نلقاو صعوبه خاصه فيما يتعلق هكا بالمعلومه الامنيه والا المعلومه القضائيه. الحقيقه ساعات نلقاو برشا تفاعل ونلقاو معنا شكون يرد علينا، ولكن في ملفات في بعض خاصه فيما يتعلق بالقضايا اللي موجوده في تونس العاصمه كسوى المحكمه الابتدائيه في تونس واحد وإلا اثنين وإلا زاد في القطب القضائي الاقتصادي والمالي، قاعدين نلقاو في صعوبة ولا في علاقة موضوع في علاقة بوزارة الداخلية وإلا حتى برئيس الجمهورية، نلقاو في صعوبة كبيرة نتحصلوا على المعلومة. معناها على قد ما كنا الحقيقة قبل كنا ربما حتى كان تصعب شوية الحصول على المعلومة، وإلا يهزوا علينا لكن يرفضوا على الأقل التدخل، لكن يعطيك المعلومة الشفهية. توا ما عادش نجم نلقاو لا الشفهية ولا المكتوبة ولا التصريح المباشر. دونك احنا بيدنا كصحفيين في إحراج كبير في أن نقدموا المعلومة صحيحة ولا نعطيه التفاصيل. المواطن يطلب يبعث لنا مساجات يقولنا نحب نعرف التفاصيل، شنو الموضوع ذاك، ما حقيقة هذه المعلومة، صحيحة ولا غلطة. احنا بيدنا اليوم عايشين في إحراج كبير في أن نتحصلوا على المعلومة، وهذا سباق يومي قاعدين بيه. معناها مصباح وانا نقوم باتصالات هاتفية ولا من الأشخاص هذوما ينجم يهز عليك ولا تلقى ولا مسؤول مبارك يقول لك الله يبارك وهاني موجودة المعلومة عندي، يا إما كل واحد يرمي الكرة الغير والا يقول لك لا واحنا ما عندناش فكره على المعلومه هذه وماهيش موجوده ومش كي تلقى تو كيما اللي صاير مثلا في قضيه سليم الرياحي، وهي تحين على الخبر الموالي. قضيه سليم الرياحي هو ينشر تدوينه يقول انا مش موقوف لم يتم ايقافي وماهيش صحيحه حكايه الايقاف، ونلقى رئيس الجمهوريه مستشار رئيس الجمهوريه
يخرج يقول لا تم إيقافه. تو مثلا البارح خبر خرج الخبر نتاع سليم الرياحي ينفي إيقافه في اليونان، وقال في تدوينة انشرها على الباج فيسبوك نتاعه قال أقرأ منذ ساعات خبر حول إيقافي في بلد أجنبي وحيثيات أخرى مماثلة أجهر مصدرها أو من يقف وراءه، الخبر عاري عن الصحة تماما، لست فاسدا أو مجرما في حق وطني حتى استحق نشر إشاعات بهذا القبح وسوء النية والحقد، خاصة وأني بعيد عن الساحة السياسية والوطنية وتجاذباتها منذ فترة طويلة، شكرا لكل من سأل عني أنا بخير والحمد لله. بعد في البارح في نشرة الأخبار متاع الثمانية يخرج المستشار وإلم شيخ يصرح للتلفزة الوطنية يقول أنه تقول مقدمة الأخبار أن المستشار لدى رئيس الجمهورية وليد الحجام أكد لهم في تصريح للأخبار التلفزة الوطنية أنه رئيس الجمهورية أسدى تعليماته بالتحرك لتسليم المعني بالأمر إلى السلطات التونسية في إطار التعاون القضائي بين البلدين، وأكد خبر الإيقاف. يخرج زاد كيف كيف بعض أصدقاء سليم الرياحي على مواقع التواصل الاجتماعي يقول لك احنا اتصلنا به وإلا في تواصل معه وهو الان معناه ماهوش مشدود وقاعد يعيش في حياته عاديه وما ثمش من حكايه ايقافه في اليونان. دونك لهنا انا شكون كيفاش باش نصدق كيفاش باش نعرف اذا كان معناها كل واحد يقول حاجه. دونك لهنا احنا بيدنا قاعدين في تعجب في استغراب شنو صحيح من الغلط، تم إيقافه ما تمش إيقافه شنو الحق عاد حداتي ولينا بال 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 طلع تربح معناها فوالا ولينا ما نحبش انا نحبش ما نجموش نتكزوا في وسيله اعلاميه ما نجموش نقولوا خبر ماهوش صحيح ولا معلومه مغالطه، لازمنا نعرف الحقيقة وحقيقة الأخبار من المصادر الرسمية. هذاك علاش دائما نقولوا فيما يتعلق برئاسة الجمهورية يهديكم ربي، وإحنا توا قادمين ومازلنا في وضع في وضعية حساسة ومازلنا قادمين على إجراءات، نحبوا ناطق رسمي ينجم يهز علينا التليفون ويعطينا المعلومة الصحيحة. كيف كيف زادك بقيت المؤسسات مؤسسات الدولة كسوة من وزارات وإلا زاد كيف كيف من في المحاكم وإلا الجانب الأمني، لأنه قاعدين نشوفها مثلا حتى البارح حكينا عليها ولحد اليوم الحكاية متاع التهديد متاع الميات الإرهابي على الحدود التونسية الليبية إلى حد اليوم الوزير الخارجية الوزير الداخلية الليبي وحسب وثيقة راهي قاعدة تدور معنا حتى كي تدخل على الباج متاع وزارة الداخلية الليبية ما تلقاش الوثيقة هذه، الوثيقة من أمس اليوم قاعدة تدور على أنه انفاء وجود العناصر الإرهابية هذه وأنه المعسكر هذية وإلا القاعدة الجوية في الوطية تحت إشراف تحت سيطرة وزارة الداخلية الليبية. في الجانب الليبي في الجانب التونسي ما تلقى حتى تصريح رسمي وإلا حتى توضيح رسمي إلى حدود الساعة حول هذه الوثيقة وحول مدى اليوم الخطورة اللي قاعدين نعيشوها على حدودنا الليبية الحدودنا التونسية الليبية ومدى الاستعداد وإلا حقيقة هذه المعلومات وتهديدها للأمن التونسي. دونك لهنا إلى حد اليوم اليوم لا وزارة الداخلية ولا أي جانب يعطينا صحيح حول الوثيقة هذه، نسمع أخبارنا وأمننا من الجانب الليبي وما نسمعوش لهنا. هذا هو الإشكال متاع غياب المعلومة. هذا يخلينا زادا كيف كيف نحكيه مثلا على البارح القرار متاع رئيس الجمهورية القرار متاع رئيس الجمهورية لصدر أمر رئاسي يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 متعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب برفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه وذلك إلى غاية إشعار آخر. هذا يقول لك البلاغ، وسيتوجه رئيس الدولة في الأيام القادمة ببيان إلى الشعب التونسي وقتاش كيفاش وشنو احنا كوسيلة إعلامية مو لازمنا زادة كيف كيف نستعدوا كما هذا البلاغ البارح صدر في ساعة متأخرة. اشتر وسائل الإعلام معناها حتى المواطن التونسي ما سمعش بالخبر هذايا، سمع العبيد اللي سهرت برشا واللي تابعت شوية سمعت سينو العبيد اشتر العبيد سمعت اليوم الصباح.
كيف كيف زاد الكلمة بتاع رئيس الجمهورية وقت اللي مثلا بكري شفت في جريدة الشروق الموقع بتاع الشروق يقول لك انه اليوم رئيس الجمهورية باش يتقدم بكلمة اليوم في المساء باش يتقدم بكلمة مطولة الى رئيس الى الشعب التونسي وباش يحكي فيها باش يعطي فيها اسم رئيس الحكومة. يخرج المستشار بتاع رئيس الجمهورية وليد الحجام لقناة العربي يقولهم لا ما ثمش منها واحنا ما قلناش انه رئيس الجمهورية باش يعطي اليوم كلمة ولا باش يصدر اي بيان. معناها تضارب المعلومات يا اخي. اعطينا معلومة كيف من هكا انه رئيس الدولة باش يخرج قادم الايام ويعطي بيان، علاش ما تكونش الموضوع هذا في ندوة صحفية وإلا في بيان رسمي؟ وقتاش باش يكون الكلمة هذه؟ خلي حتى الشعب التونسي يعرف عنده نهار الفلاني، أنا نحب مثلا نعرف لغدوة ولا بعد غدوة عندي موعد مع كلمة رئيس الجمهورية، ما نقعدش نقول نخرج في وسائل الإعلام ونقول إلى متى هذا التمديد وشنية الخطوة الموالية، وخاطر اليوم المدة هي اليوم التاريخ متاع الـ 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 الإجراءات الأولى اليوم معناها تنتهي وهي البارح مع نص الليل، هذاك علاش صار التأخير الإعلان كان في ساعة متأخرة. دونك هذاك علاش نحب نعرف أنا اليوم من غير ما نقول، قول غدوة عندي موعد مع رئيس الجمهورية باش يعطينا كلمة وباش يقول لنا على كذا وكذا وكذا وباش يعطي اسم رئيس الحكومة جديد وإلا باش يعطينا خريطة طريق واضحة للي باش يصير إن شاء الله في الأيامات الجاية في تونس وكيفاش باش معناها نواصلوا بالوضعية هذية. نحبوا حاجة واضحة، احنا لحد توا نقطة استفاء، وقتاش باش خرج لنا والمعلومة معناها أبار الباج متاع رئاسة الجمهورية ما زلنا ما نعرفوش حتى شنو اللي قاعد يصير في البلاد ولا شنو النقطة الموالية. معناها احنا رانا عنا نستنيو كيفنا كوسائل اعلام وكصحفيين وعلمين نستنيو كيفنا كيف تواصل الكل معلوماتنا قاعدين ناخذوا فيها من الباج متاع رئاسة الجمهورية. على كل حال ان شاء الله يكون على الاقل الكلمه قريبا لرئيس الجمهوريه، لانه التوانسة الكل تحب تسمع رئيس الجمهوريه وتحب تعرف تونس الى اين وشنية الخطوه المواليه. دونك هنا نستناو الناس الكل وماذا بينا ما نقعدوش كوسائل اعلام نستناو، ماذا بينا نتحصلوا على المعلومه واحنا بيدنا رانا دورنا وسيط باش نوصلوا للمواطن المعلومه اللي يستنى فيها. على كل حال هو ثم كلمة لرئيس الدولة رئيس الجمهورية قيس سعيد إن شاء الله باش يكون ثم كلمة لي في الأيامات القادمة ما نعرفوش. يعني قلت لكم حسب المستشار رئيس الجمهورية وليد الحجام انفي اليوم انه باش تكون الكلمة اليوم، ما هوش اليوم الكلمة، يبدو انه هكا ما هيش اليوم الكلمة، يمكن غدوة يمكن في الايامات القادمة، هنا قاعدين ننتظر. ولكن الاكيد انه مع خروج رئيس الجمهورية وحديث على بيان الشعب التونسي اكيد باش يكون فيه نقاط مهمة ومهمة جدا، ربما يختار تاريخ 25 اوت مع اكتمال ولا رمزية 25 الشهر، ربما يكون غدوة معناها خاطر مع غدوة تكتمل 25 مع 25 شهر كامل ربما نقولوا هكا. ولكن هنا نستناو شنو باش يصير في تونس وشنية الإجراءات القادمة وشنو النقطة الموالية وشنية خريطة الطريق اللي رسمها رئيس الجمهورية لتونس. نستناو صح الوقت، هانا نستناو هانا نستناو في ظل غياب المعلومة هانا نستناو. كانت هذه أخبار تبع الجرة لليوم.